معانا قراء قرآن ممتازين. أهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا في هندسة الصوت، والنهاردة هنركز على موضوع قراءة القرآن الكريم ونشوف الرأي في هندسة الصوت اللي عملوها إيه، ونشوف هم أضافوا إيه على الموضوع علشان يطلع في صورته النهائية. ومعايا صوت لقارئ بعتهولي من غير أي إضافات خالص، وممكن نشوف ممكن نحاول نعمل معاه إيه، لعل الصوت مثلا ممكن يطلع مقبول مثلا بالنسبة لهندسة الصوت. يلا بينا. صديق لنا اسمه عبد الغني شاه، هنبدأ مع عبد الغني. عنده قناة اسمها قناة الأخوين، ممكن حتى تدوروا عليها على اليوتيوب وتسمعوا أعماله. نسمع الصوت ونشوف عمل إيه عبد الغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله، قراءة ممتازة. أخونا عبد الغني استعمل في الموضوع دوت إيكولايزر، استعمل كومبريسور. الايكولايزر طبعا عشان يضبط الفريكوينسيز او الترددات الحاده والغليظه، ابتدي يعمل توازن بينهم، يبرز الجمال بتاع الصوت ويقلل من الترددات اللي هي مش كويسه، اللي بتطلع صوت زي ما بيسموه صندوقي، زي ما بيقولوا بوكسي. واستعمل كومبريسور. الكومبريسور ده عشان يضغط الصوت كله يبقى في مستوى واحد، ما فيهوش حاجات عاليه قوي وحاجات واطيه قوي، فما يبقى كله في مستوى واحد يقدر يرفع بعد كده كل الصوت مع بعضه، فيبقى متناسق كله، وما انت ما بتحتاجش توطي وتعلي في الجهاز اللي انت بتسمع عليه، لان في عالي قوي في واطي قوي، فبيقلل، بيسموها بيقلل الدايناميك رينج او المسافه ما بين العالي وما بين الواطي في اي تراك صوت. واستعمل كمان حاجه اسمها جيت. جيت يعني ايه؟ جيت يعني بوابه. ايه فايده البوابه؟ تعدي حاجه وما تعديش حاجه، صح كده؟ البوابه نوع من الفلاتر. البوابة دي بتتعمل وبتتحط عشان تمنع ترددات معينة، وبتبقى دي ترددات الواطية. بتتحط البوابة أي حاجة تحت هذه العتبة ما بتعديش، يعني الصوت ما بيطلعش. بيستعملوا الجيت ديت لما انت بتكون بتسجل في بيئة فيها ضوضاء شوية، يعني بتلاقي مثلا تسجل في اوضه مش معزوله كويس وعندك شباك، فممكن الضوضاء تدخل، او حركه الاقدام على الارض مثلا، او في نويز لجهاز كمبيوتر او مروحه، فبتحط الجيت ديت ما بتعديش اي صوت تحت الصوت بتاع الجيت ديت، فبتبقى النويز بتاعت المروحه، النويز بتاعت الحاجه دي محطوطه. طيب هي ده بتبقى حل سحري. طب ما نحطها بقى في كل مره اسجل، بس خلي بالك لما بتحطها زيادة عن اللزوم بتاكل من الصوت الأصلي نفسه، فأنت لازم تبقى عارف بالظبط أنت بتعمل إيه، وبتحطها في أضيق الحدود في الترددات الواطية جدا، زي مثلا حفيف رجلين على سجادة، ده الصوت اللي تقدر تمنعه الجيت. ما تحطش الجيت البوابة بتاعتها أعلى شوية، فتاخد من الطبقات الواطية بتاعت الصوت، من اللو فريكونسيز أو الترددات الواطية بتاعت الصوت اللي هي اللي بيسموها البيز.
فخلي بالك وانت بتستعمل الجيت. دي حاجه بنستعمل الجيت كتير جدا في الموسيقى. الناس بتعزف جيتار وبتعمل في صوت ديستورشن، او ما بتسيب ايدك من على الجيتار بيعمل الصوت الديستورشن العالي دوت، فعشان تقطعه ده خالص بيبقى تحت ارتفاع معين، بيبقى الجيت بتاعتك مظبوطه، بيروح شايل كل الاصوات اللي تحتها دي، بتنفع قوي في الناس اللي بتعزف موسيقى بالجيتار. استعمل هو كمان حاجه اسمها بيت ديلي او ديلي، ديلي هو تاخير الصوت اللي هو الايكو. يعني انت بتقول الكلمه 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 الكلمه، كلمة بتتردد بس بعدها مرات عديدة بصوت أقل 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 لغاية ما تنتهي خالص. ده بيسموه التردد. ده ليه عدد من المرات بتاعت التردد وليه إيقاع معين لو أنت عايز تعمله على إيقاع معين بالبيت يعني. وممكن تعمله إن هو سريع، وممكن تعمله ببطيء، وممكن تعمل كمان المسافة اللي أنت بتتردد عليها ديت مسافة طويلة ومسافة صغيرة. كل ده بيديك أحاسيس مختلفة بالمكان يعني، أو بالتواجد بتاع الشخص ده في المكان المناسب ده. روم ريفيرب، هو سامع، هو عامل الروم ريفيرب دوت، عامله على ضبط تشيرش. تشيرش يعني كنيسه. الكنائس الاوروبيه العملاقه اللي انتوا شايفينها دي لما كان بيعزف فيها الاورج اللي ما بيجوا يصلوا صلواتهم، او الكورال يغني الصلوات بتاعتهم، الصوت كان بيتردد في مسافه كبيره جدا يحسسك بفراغ كبير قوي. فده لما تلاقي على الريفيرب كلمه تشيرش، ده معناه القاعه اللي انت بتستعملها كانها قاعه كبيره في حجم كنيسه كبيره من كنائس العصور الوسطى في اوروبا. فلازم نبقى واخدين بالنا واحنا بنستعمل انواع الريفيرب، في روم، في تشيرش، في هول، في كونسرت هول. كونسرت هول يعني كأنك في قاعة موسيقى كبيرة زي الأوبرا مثلا، واخد بالك؟ فلازم الريفيرب هو عبارة عن فراغ، انت بتقول الأداء دوت في فراغ حواليك، هو الفراغ ده بيمثله الريفيرب ده، يقول لك شبه أوضة، شبه قاعة كبيرة، شبه كنيسة كبيرة، شبه قاعة أوبرا. واستعمل هو كمان حاجة اسمها الليمتر. الليمتر ديت لما الصوت بتاعك بيعلى عن الزيرو، او بيعلى عن ليفل معين انت عايز تقلله، بتروح منزله من فوق بحاجه اسمها الليمتر. فالليمتر هي عكس الجيت. الجيت بتمنع اللي تحت خالص، الحاجات القليله خالص، انها توصل للصوت بتاعي. والليمتر الحاجات اللي اعلى من العتبه ديت هي اللي بينزلها تحت، ما بيسمحش بيها خالص. فالليمتر هو عكس الجيت. طيب بالنسبة لتعليقي على القراءة، ممتازة، مفيش أي مشاكل خالص فيها، ما شاء الله، ربنا يزيد القارئ علم. يعني الصوت بس الريفيرب العالي جدا أنا شخصيا كذوقي الشخصي ما بفضلوش لما بستمع لقراءة القرآن. مش بستمتع إني أشوف الصوت ممتد ما بين الجملة والجملة، ملا الفراغ اللي في النص بينهم ده ما بيديش الإحساس ده. عارف بنبسط منه امتى؟ لما ببقى قاعد في الحرم مثلا، ربنا يوعدنا ويوعدكم جميعا، ونقعد في الحرم المكي مثلا، وتسمع الاذان بتاع الحرم المكي من المآذن كلها اللي حواليك دي، انت مش بتحس انك انت بتسمع الاذان، انت بتحس انك عايش جوه الاذان، انت عايش جوه الاذان، خاصة ببعض اصوات المقرئين اللي هناك المشهورين في الاذان عندهم. انت بتبقى مش عايز الاذان يخلص، يعني من سمعك للاذان بتاع الحرم وانت جوه الحرم. ليه؟ لانك انت التردد بتاعه بتاع الزمن ده حسسك انك موجود في فراغ كبير وممتد ولا نهائي، وانت عايش في الفراغ ده وانت في وسطه بالظبط. فانا ما منعش ان انا اكون في الموجود في الحرم في الكلام ده واستمع، بالاضافة لوجودك طبعا وانت في الحرم، الروحانيات حواليك، وبتسمع لو سمعت صوت قارئ قرآن حتى كمان بنفس التردد بتاع الريفيرب ده مش هتتضايق، انت في وسط الحدث. لما انت قاعد في اوضتك وتسمع المسافه اللي ما بين الجمله والجمله مليانه بفراغ الصوت ده، انت مش مقتنع، انت قاعد في الاوضه، انت بتسمع وانت قاعد في الاوضه، فانت منفصل عن عن القارئ اللي قرا لك القراءه دي. يمكن نفسيا انت بتبقى في حته وهو في حته تانية، فانت يعني هو بيقرا في الحرم وانا قاعد هنا، فطبعا مش هتبقى بالنسبه لك ممتعه قوي، هي تفكرك بانك انت قاعد في ما كنت قاعد في الحرم، واخد بالك؟ غير ما انت الاحساس بتاعك تماما وانت قاعد في وسط الحدث نفسه. فحاول دايما وانت بتستعمل الريفيرب، هو اللي بيعمل الموضوع ده كله ريفيرب، لا اعتقد ان هو الديلي. ديلي بتبداه الاول وبعدين بتضيف الريفيرب بعد كده. الريفيرب حاول تخلي الريفيرب معقول، والريفيرب يكون في نطاق
ضيق جدا بحيث ان ما يملاش كل الفراغ، فتبقى انت القرايه عايمه زي ما بيقولوا كده. انت محتاج تسمع تحديد الحروف بالظبط وكده. حاول تستعمل اللي بيسموها تشين افكت، انك تربط الافكت ده في دايره خارجيه يشتغل فقط لما تسكت، فبيبقى خلال ما انت شغال بالصوت بتاعك الريفيرب مش موجود، ولكن بعد ما بتقف بيبدا الريفيرب يظهر حاجه بسيطه. احنا شرحنا دوت في حلقه قبل كده، يا ريت تتابع الحلقه بتاعت اداء صوتي متميز، وهتلاقي فيها الموضوع التشين ازاي تربط الريفيرب على تشين بره، بحيث انك انت تشتغل بس لما الوقت صوتك انت يقل يعني، فلما صوتك يقل يبتدي الريفيرب يشتغل يملى شويه. ولكن زمنه طبعا هو ده اللي انا ببقى مش مبسوط من مد الزمن بتاعه. الصوت محتاج تعديل في الايكولايزر شويه، المسافه اللي في النص اللي هي بين الميد رينج وبين البيز دي محتاجه تقل سنه صغيره، لان هي دي اللي بتدي لصوت الاحساس البوكسي شويه، واخد بالك، او المتصندق، الصوت متصندق شويه. فحاول تقلل ما بين الميد رينج وما بين البيز شويه على الايكولايزر، الصوت يتفتح شويه. ولو قللت الريفيرب، على فكره الريفيرب والديلي كمان ليهم هما الاثنين ظبطتين برضو في البيز والتريبل بتاعتهم. ففي البلاجنز المتقدمه اللي بيبقى فيها الريفيرب نفسه ليه تون، بتظبط التون بتاعه يبقى حد او غليظ. حاول تخلي القراءة بتاعتك في مكان والريفيرب والديلي في مكان تاني، بحيث ان ما يعكسوش بعض ويبقى هما الاتنين يقووا بعض في وسط مثلا وسط الميد رينج مثلا، يقوي لك التونات بتاعته او يقوي لك الفريكوانسيز ديت، ويسيب الاماكن التانية فاضية، فده بيدي لك عيب في التسجيل. احنا هناخد كل الكلام ده لما نيجي نعمل ميكس، لان هيبان لما نيجي نعمل الميكس انك انت بتخلي الرفوف كلها موجودة عندك مليانة، مش تلاقي كله متكوم في حتة وعمال يعلي في بعضه. وعشان كده اعتقد انت استعملت الليمتر، لان اما بتركب الافكتس ديت بتعلي فريكونسيز معينه، لانها عمال تركب عليها فبتعلى عن بقيه التون، فاضطريت تستعمل الليمتر عشان تنزله عن الليفل بتاع الزيرو ديجيتال اللي احنا مش عايزين نعلى عنه. فده التعليق بتاعي. ولكن القراءة ممتازة، وانا بصراحة استمتعت بالصوت، صوت جميل جدا وكل حاجة، بس الحاجات البسيطة دي لو في يعني على ذوقي انا يعني ان شاء الله تطلع حاجة جميلة بإذن الله وبالتوفيق. تاني قراءة هنسمعها للقارئ معاذ السعدوني. القارئ معاذ السعدوني كان بيسجل عند صديقي طارق عليوي. طارق عليوي ليه أعمال كتيرة كنا بنسمعها في القناة عندنا في حلقات المواهب العربية، فطارق بيسجل لأحد قراء القرآن، فنسمع القارئ معاذ السعدوني ونشوف القراءة بتاعته. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما شاء الله، قراءة ممتازة زي قراءة أخونا عبد الغني في القراءة السابقة. واضح أن الأخوين حتى بيقروا ورش، فصوت يعني حتى على المستمع اللي موجود في مصر مثلا هيبقى مختلف، لأن هم بيسمعوا حفص عن عاصم. فالقراءة بتاعة الأخ معاذ ممتازة جدا، رائعة جدا. واضح أن التسجيل دوت بالفيديو بتاعه ده كان مصمم علشان الناس تشوفه على موبايل، لأنه معمول رأسي. لو انت مصممه على الشاشات العرضية طبعا هيبقى الصورة بالعرض، وبالكتابة بتاعة القرآن هتبقى بالعرض، وهتبقى الصورة بالنسبة للأجهزة. فأنا بتهيألي يا طارق لو انت عملت التصوير بعد كده بالعرض، لأن هيناسب الموبايلات، لأن ممكن الناس تقلب الموبايل كده في ايدها وتسمع القارئ يعني. بالإضافة انه هيوضح الكتابة بتاعة الآية كويس، وبالنسبة للناس اللي بتشوفها طبعا على الكمبيوتر، أو الناس اللي بتشوفها على أجهزة تانية، لو في أجهزة تلفزيون مثلا بتشغل عليها على النت أو مونيتورز كبيرة، هتشوف واضح جدا بالعرض الصورة بتاعتي. فدي تعليق على الفيديو بس يعني. ما بالنسبة للصوت هو بالظبط عمل عكس اللي عمله عبد الغني، مفيش إفكتس كتير. هو بيقول إن هو استعمل الإيكولايزر عشان يظبط التون بتاع الصوت، واستعمل الديلي والريفرب بس، مفيش حاجة تانية. فالصوت طالع بسيط وجميل ومفيش اي مشاكل. الريفيرب زياده شويه، هو نفس التعليق اللي انا قلته على عبد الغني، لو يقل شويه الريفيرب هيبقى الصوت وفي المقدمه. الريفيرب دايما على فكره بيأخر الصوت ورا، فتحس ان هو ورا او بعيد عنك. في قراءه القران انت عايز تسمع تبقى القارئ قريب من ودنك وقريب من قلبك، واخد بالك؟ فكل ما قل الريفيرب شويه يدي جمال بس شويه، ما يبقاش الصوت ناشف وبتاع، ولكن في نفس الوقت ما يبقاش بعيد عن المستمع. دي حاجه. الحاجه اللي في الفيديو ده مختلفه عن الفيديو الاولاني، الاختلاف ما بين العالي وما بين الواطي، وده محتاج بيتهيألي بعض الشيء كومبريسور عشان يفضل الصوت على نفس المستوى. فلو تستعمل كومبريسور عشان تقدر تخلي الليفلات تقرب شويه من الواطي للعالي، وبترفع كل الصوت شويه بحيث ان هو يبقى كله متساوي في مكان ما. مفيش اي تعليق اقدر اقوله اكتر من كده. الصوت جميل، الايكولايزر مظبوط، واضح فيه الصوت مش حاد قوي زياده ومش غليظ قوي زياده، كل حاجه متزنه فيه. صوت القارئ واضح ممتاز، اقدر افسر كل الحروف وكل اللي لما بتقف وتيجي تقرا بقراءه القران وليه الحروف ليها تفصيله معينه. حرف التاء اما تقف عليه لازم يبقى بت، يبقى فيها همس، يبقى فيها همس، تسمع انت الهمس ده، فانا سامع الهمس فيها. وبالنسبه للحروف الغليظه زي في مثلا الضاد والغنات والحاجات دي اللي بتيجي الفريكونسي بتاعها بيطلع اقل شويه، لان مخرج الحرف نفسه مختلف من الجمجمه بتاعه الانسان. انا سامع الحروف دي واضحه جدا وما فيش لبس فيها خالص. الدال مش ضاد، والضاد مش دال، دي داد ودي دال ودي ضال ودي ضاد. فانا انا 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 مستمتع بالقراءه، مفيش اي مشاكل خالص، وقراءه ممتازه. واتمنى ان كل الناس تحذو حذو عبد الغني وحذو القارئ معاذ في القراءه الواضحه الجميله اللي ما فيهاش تكلف، اللي بتسمعها ممكن تسمعها طول اليوم، مفيش اي مشاكل خالص لسماعها، وتحبب الناس في سماع قراءه القران. فممتازه جدا يا اخ معاذ. ومعانا قارئ تاني من قرائنا الكرام، الاسم عبد العزيز عباس، بعته لنا عن طريق قناته على اليوتيوب. نسمع اخونا عبد العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله قراءة ممتازة وتسجيل ممتاز وواضح، الصوت في المقدمة الديلي والريفيرب قليلين مش طاغيين على الموقف خالص، فدي قراءة ممكن تسمعها، ولو اني كنت اشوف ان كمان الريفيرب بيقل شوية كمان، لانك اعمل حسابك ان القارئ مش هيسمعك في مقطع من دقيقتين، انت الراجل هيسمعك ممكن يسمعك في الصورة كلها مثلا لو اتيح له وقت، او لو كان مشغله في العربية على سفر مثلا هيسمع وقت طويل جدا، فلو كان الريفيرب بيقل سنة صغيرة هيبقى افضل للي يسمع على المدى الطويل، انما التسجيل ممتاز، صوت ممتاز، القراءة ممتازة، ما اقدرش اقول فيه اي كلام يعني. بارك الله فيكم جميعا، ونشوف الاخر فقرة عندنا في حلقتنا النهاردة. عندنا تراك متسجل بالتليفون، يعني القارئ اللي سجله أخونا، هو عرف نفسه بقلب الأسد، فأخونا قلب الأسد عامل التراك ده على التليفون وبعتولي وقال لي أحاول أجرب فيها. ما احنا هنشوف لو تراك تليفون ممكن نقدر نعمل ايه بسرعة، يعني احنا مش هناخد تفاصيل طويلة ولا هناخد وقت طويل في الموضوع ده، نشوف في السريع نقدر نحسن التراك اللي يجي لنا دوت نعمل فيه ايه. يلا بينا. هنسمع بسرعة عينة أو نموذج من قراءة أخونا قلب الأسد، نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قراءة طيبة وجميلة وكل حاجة، ولكن طبعا لما بنسجل بنوع مايك مثلا زي نوع المايك بتاع الموبايل هتطلع الأبعاد بتاعت الصوت مش بيلقط ترددات معينة، يعني بيلقطش الترددات الحادة قوي وما بيلقطش الترددات البيز قوي، فبتلاقي الصوت اغلبه من طبقة الميد رينج او طبقة الميد رينج بيز، فهتلاقيه الصوت عامل زي الصندوق شوية، صوت صندوقي يعني، فالترددات الحادة بتبقى مختفية شوية، والترددات الواطية او البيز او هتبقى مختفية شوية، والترددات اللي في الوسط هتبقى محتاج تتقلل شوية. فاحنا اول حاجة هنعملها هنضيف عندنا ايكولايزر علشان نشوف الصوت ده نقدر نعدل فيه ازاي. على فكرة في مع الايكولايزر احنا ممكن نستعمل هتلاقي كل السوفت وير فيها حاجة اسمها انالايزر. الانالايزر ده احنا ممكن نشغل التراك فهتشوف عليه الجراف بتاع الترددات المختلفة للصوت بتاعي ونشوف ايه القليل وايه العالي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى حوالي 500 هرتز هنا دي اللي هي الميد رينج بيز عالي شوية، بركات من الترددات الحادة من هنا 1 كيلو وانت طالع بتنزل شوية، ولكن كذبوا فأخذناهم البيز طبعا مش موجود هنا بس العالي شوية اللي هو حوالين 500 هرتز تقريبا. تمام كده، احنا هنشوف بالايكولايزر دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه. يعني نبتدي نشغل التراك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا ان حوالي على 500 هرتز تقريبا،
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ونحاول نقلل من عرض البند ده شوية. السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ونشوف نحاول ننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ولو الوان كي أن أهل نرفع شوية. القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرآن قول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ونحاول نشوف بما البيشو. كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن نعمل وزاوت كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ده بدون أهل القرى شوف الصوت بوكس ازاي. آمنوا واتقوا لفتحنا ده بعد عليهم ما فتحنا الصوت شوية بركات من بدون السماء والأرض، ولكن مع كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تمام، أنا راضي كده عن عمل الإيكولايزر معايا. لو أنا بلاحظ هنا مستوى الصوت تقريبا كل واحد ما عدا الحتة بتاعت البداية دي. الحتة بتاعت البداية دي هتلاقيها واطية شوية، اللي قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم أنا ممكن أقبلها هنا في هذا السياق، لأن قراءة البسملة ممكن تكون أقل شوية من قراءة الآية نفسها. ولكن لو أنا لقيت إن ده قليل زيادة عن اللزوم، مش في المستوى المطلوب، أنا ممكن أضيف هنا حاجة بيسموها الانفلوب، إن أنا أقدر أتحكم في الفوليوم بتاعي. يعني مثلا أول حاجة هنا نبدأ في الفوليوم مثلا هنا، وأنا ممكن أعمل زي ما حاجة زي ما تكون ركبة مثلا هنا كده، وأبتدي أعلي فيها الصوت عند المكان دوت مثلا حوالي 2 ديسيبل مثلا. ونشوف كده النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو أن أهل كله بقى القرى متساوي مع بعضه دلوقتي. نسمع كده. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تمام كده. احنا ممكن نعتمد هذا، فانا هخفي الفوليوم هنا بس كده، خلاص انا عملت الحساب بتاعي. ممكن اضيف بعد الايكولايزر على طول اضيف نوع من الديلي. انا مش هضيف افكتات كتير على فكرة، هي شوية حاجات كده تلمع بس الصوت، فانا هضيف شوية ديلي، مثلا تيب ديلي بسيط جدا، ونسمع ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ممكن اخفض الديلي تايم فأخذناهم بما كانوا يكسبون يعني هنعمله مثلا كويفر. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بدون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تمام. ممكن اضيف بعد الديلي حبة ريفيرب برضو، مش هجيب حاجة يعني مختلفة خالص عن اللي بينزل مع الجهاز، يعني ما جبتش اي نوع جديد من الافكتس مثلا او حاجة. ممكن اختاره هنا من مونو الستيريو، يعني قلب لي التراك ستيريو، يبقى الريفيرب بيطلع لي على السماعتين. خلي بالك التراك بتاعي مونو لانه متسجل مونو، اي مايك بيسجل مونو غالبا الا لو كان المايك نفسه ستيريو. فانا دلوقتي هشوف الريفيرب بتاعي دوت، هختار السبيس بتاعي، هو عايز هنا لارج اند برايت، ده متسيف اساسا. ممكن اختار هنا لارج سبيس او ميديوم سبيس، اللي هو المكان اللي انت بتعايز الريفيرب بتاعك يبقى فيه. فانا اللارج دوت هتلاقي فيه الهولز والرومز، فهنخليه مثلا ميديوم هول. انا بقى يعني بفضل هذا. الريفيرب بتاعها مثلا 1.3 ثانية، ونشوف الريفيرب بتاعي ده الشكل الجراف بتاعه، نشغل ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من غير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى
واتقوا لفتحنا عليهم بركات. انا عملت حد شويه هنا لان انا عايز اخلي الصوت يجي معايا حد شويه فخليته يميل للعلو مش لان انا في التراكات الوطنيه. فاخذناهم بما كانوا يكسبون. أنا عشان أزود شوية عندي الفريكونسيز العالية فاضطريت أخليه يميل نحو الأربعة ونص كيلو هرتز مثلا، ما خليتوش ناحية الميتينات والتلتميات والخمسميات عشان ما يقوها ليش تاني بعد ما أنا حاولت أضعفها. فأنا بخلي دلوقتي الريفيرب ده يعني سنة هيساعد معايا في الأصوات الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ممكن نضيف كمان تأثير اسمه إكسايتر. نسمع الإكسايتر دوت. الإكسايتر ده احنا بنضيفه دايما على الصوت النهائي بتاع الفوكال علشان يعني يضيف لمعة للصوت يعني. فاحنا هنسمع دلوقتي الإكسايتر دوت ونشوف هيضيف ايه يعني. وعنده هنا ات سيلفر، نجرب الات سيلفر الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعتقد ده الأفضل عندي لأنه لما أعلي شوية الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تمام، طلع لي تراك معقول بصفة عامة بشوية افكتات بسيطة جدا. حطيت الاكسايتر في الاخر. الاكسايتر ده على فكرة بيضيف بعض الديستورشن على التراك بتاع الفوكال. يعني الديستورشن ده بيملى شوية معايا في التراك ويضيف لمعة بسبب النوع الفريكونسز اللي بينزلها على التراك بتاعي. فانا ساعات بستعمله لتلميع الفوكال في النهاية، بيخلي لي الفوكال صوته لامع اكتر شوية. انا اضفته على هنا مع العادي الريفيرب والديلي، مش محتاج اكتر من كده. اهم حاجة الضبط بالايكولايزر. ولكن زي ما احنا سمعنا الحروف مثلا زي السين مثلا دي مش موجودة قوي في التراك دوت لان التراك متسجل بمايك ما استقبلش الترددات الحادة جدا اللي بتطلع فيها حرف السين مثلا. فيعني بما اتيح لنا من امكانيات التسجيل قدرنا نطلع تراك مقبول جدا ممكن ناس تستمع اليه ويحسبوا ان هم بيسمعوا الى تراك متسجل كويس ومتعالج كويس وما بيخليش الناس تنفر منه. طبعا لازم تفكر في حاجه اسمها المثل الانجليزي اللي بيقول too little is too much، يعني حبه بسيطه هي حبه كتيره. فحاول دايما تبقى عارف انت بتحط ايه والكميات بتاعتك تبقى معقوله
الاولى ما 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 تسرفش في استخدام البلجنز او الافكتات، لان ده هيؤدي لنتيجه عكسيه، مش هيبقى النتيجه مقبوله في الاخر وانت مش هيبقى عارف انت رحت فين يعني، فتضطر تعيد من اول وجديد اللي انت عملته. فدايما خلي الكميات محدوده، ودايما تجرب قبل وبعد، لو لقيت قبل اقل لا يبقى خلاص خلي قبل احسن، يعني ده الافكت ده مش هينفع. وخلي ودنك دايما هي الحكم في اللي انت بتسمعه، وحلل دايما الصوت اللي انت تسمعه، طلع مواصفاته سواء في الطبقات الحاده او في الطبقات الواطيه او في الطبقات اللي في الوسط، شوف الطبقات اللي محتاج تقللها شويه عشان تلمع الصوت شويه، بس ما تخلوش يلمع لدرجه ان هو يبقى مؤلم للودن. الافكتات لما تحطها تحطها بحكمه، وتحس انك هي ان هي خدمه الموضوع، مش معطله الموضوع او مش مغلوشه على الموضوع. وبكده نكون عملنا عالجنا تراك متسجل بالموبايل. دي كانت حلقة استعراض اعمال اخواتنا من قراء القرآن الكريم، ونتمنى ان احنا نكون قضينا معها وقت طيب في هذا الشهر المبارك، واتمنى ان ما تبخلوش علينا في المستقبل باعمالكم وتنويعات شغلكم علشان الناس تتفرج وتتعلم ونشوف ونستفيد كلنا من اللي انتوا هتبعتوه. أشوفكم الحلقة الجاية.